جملة من الصعوبات التي واجهتهم بعد هجرتهم القسرية من بلدانهم وقراهم في نينوى والموصل في العراق واختيارهم للأردن كملاذ آمن لهم ولأسرهم، كانت هذه الموضوعات مدار نقاش مستفيض بين كافة الجهات المعنية لبحث أوضاع الأشقاء العراقيين المهجرين في المملكة الذين وصل عددهم حتى الآن 12,000 شخص. هذا المؤتمر الذي عقد في مركز سيدة السلام وجاء تحت عنوان اللاجئون العراقيون في الأردن تحديات وتطلعات، سعى حسب المونسنيور روبرتو كون القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان إلى تأكيد الحق البشري لهؤلاء المهجرين بالحصول على الخدمات التي تؤمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة. نحن هنا اليوم للتركيز على وضع أشقائنا اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى الأردن، إن العديد منهم والذين وفدوا في البداية قد غادروها الآن، إلا أنه في نفس الوقت هناك آخرون يصلون تباعا وأن العدد آخذ في الازدياد. لذلك فقد دعوناكم اليوم من أجل أن ندرس سوية إمكانية الاستجابة للتحديات التي نواجهها لمساعدة هؤلاء الأخوة للتأكيد أن لهم الحق البشري في العيش بحياة كريمة. مدير جمعية كاريتاس الأردن وائل سليمان، وبعد أن رحب في كلمته بالسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والجمعيات واللاجئين المسيحيين العراقيين، أكد أن المشاركين في هذا اللقاء يسعون لتقديم المساعدة لهذه الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتضميد جراحهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم ورفع معنوياتهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للاجتماع. أكيد من خلال هذا الاجتماع الهدف منه أنه المؤسسات اللي بتشتغل أنه تبلش تتعاون أكثر مع بعض. المشكلة لسه قائمة، اليوم عم نحكي عن 12,000 لاجئ عراقي مسيحي من الموصل بعد 3 سنين للأزمة، فهذا الاجتماع نتأمل أنه نطلع منه بمخرجات أنه نشتغل سوا حتى نقدر نأمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة في الأردن. العمالة منلاحظه عم بيهاجروا كتير للخارج وعم كتير عم بيجوا من العراق للأردن بدهم يرجعوا للخارج. المشكلة هلأ إنه كيف إحنا بدنا نحاول إنه هدول العراقيين يرجعوا لقراهم. هدول مهم لأنهم من أساس وجود العراق مفروض يضلوا ببلادهم، فبدنا نلاقي طريقة كيف بدنا نحاول إنه نخليهم موجودين بالعراق، واللي ما بده يضلوا بالعراق بدنا نحاول نلاقي طريقة هل بده يطلع برا بده يضلوا هون. بدنا نحاول نعمل تنسيق بالتعاون اللي عم بيصير بين المؤسسات، خاصة المؤسسات الكاثوليكية، من التعليم المسيحي، من المساعدات العينية، من المساعدات الصحة، من المساعدات النفسية. الهدف من وراء هذا الاجتماع هو أولاً وآخراً المحافظة على كرامة الإنسان. صحيح اللاجئ جاء للأردن يبحث عن الأمن، لا يملك شيء، فقد كل شيء، لكن إحنا واجبنا في الأردن نحافظ على كرامته الإنسانية، لأنه من كرامته الإنسانية بإمكانه دائما يبني بلده، يبني مستقبله ومستقبل أولاده إلى ما هو الأفضل. وبعد أن شكرت مسؤولة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة المملكة الأردنية الهاشمية على حسن ضيافتها للاجئين، شددت في كلمتها على ضرورة استمرار الدعم للمهجرين، داعية بنفس الوقت إلى تقديم العون للأردن من أجل مساعدته على تحمل مسؤولية استضافة الملايين من اللاجئين العرب على أراضيه الذين يشكلون عبئا على جميع موارده. وفي سياق المؤتمر أبدت العديد من الجهات المشاركة استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة للأشقاء العراقيين. قامت المدارس المسيحية الكاثوليكية المتواجدة في كافة أنحاء المملكة في استقبال الطلاب العراقيين المهجرين وقبولهم في مدارسها في مختلف الصفوف ومختلف المراحل، ومع تأمين كل احتياجاتهم من الزي المدرسي للكتب المدرسية والدفاتر والنقليات قدر الإمكان. هذا كان في التعاون مع مجلس أساقفة إيطاليا اللي غطوا ما يقارب 50% من التكاليف التي تخص الطالب الواحد،
والنفقات الأخرى بقية التكاليف قامت في تغطيتها المدرسة الواحدة، أي مدارس الأمانة العامة للمؤسسات المسيحية الكاثوليكية في الأردن. احنا بهمنا أكثر إشي كيفية التعامل معهم ومساعدتهم ومساندتهم، والمحاور الخمسة اللي عمالنا بنتعامل معهم في هذا اليوم، اللي هو من ناحية السكن، من ناحية الدعم المادي واللوجستي، ومن ناحية الاجتماعي وعدم الهجرة وإبقائهم في البلاد، كيف فينا نساعدهم ويكون في عنا من الحلول كيفية المحاورة والتحاور مع السلطات المسؤولة المدنية حتى نتمكن من إنه إبقائهم إما في بلادهم، إعادتهم للبلاد، أو مساعدتهم بأي طريقة ممكنة مننا. المواطن العراقي الدكتور براء باسم إسحاق، ونيابة عن 12,000 مهجر عراقي بالأردن، ألقى كلمة أشاد فيها بجهود كافة الجهات الخيرية الداعمة لإخوته المهجرين، شارحا بنفس الوقت معاناة خروجهم القسري من أوطانهم حتى وصولهم إلى الأردن. دخلت الأردن قبل سنة بسبب دخول عصابات داعش إلى مناطقنا وسلب أموالنا، ودعيت اليوم إلى مؤتمر الذي قامته الكاريتاس عن سنة من المحبة والعطاء، ولكوني أحد اللاجئين هنا فقمت بشرح وسرد قصتي ومعاناتي، كيف أنه خرجت من بيتي وجئت إلى الأردن، وبحكم وظيفتي كطبيب ما هي الصعوبات اللي يعانونها العوائل اللاجئة إلى الأردن، فشرحت كيف نقوم بمواجهة هذه الظروف الصعبة وما هي الاحتياجات التي يعانون منها وخصوصا المعاناة الطبية. وأجمع المؤتمرون على أن الإخوة المهجرين يبقون دائما محل اهتمام أشقائهم الأردنيين وموضع رعاية الكنائس التي تحرص على تقديم خدماتها لكل الرعايا من محليين وضيوف.